السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة شاف هاشم سكينة. اليوم غادي نصاوبو واحد ساندويتش ديال بولي فاخيتاس، يعني بما انه الصيف يعني قرب والبحار وداكشي، فكنبغيو نصاوبو دي ساندويتش وخلاص. هذا غير ديال لي ساندويتش، ماشي ديال المرقة. غادي نبارطاجي معكم الوصفة ديالو والوصفة ديال لاصوص اللي درت فيه، واحد لاصوص مايونيز بنينة، صوص مايونيز طارطار. اول حاجه غادي ناخذ هنا عندي البصله والفلفله، الفلافل في الالوان يعني الاحمر والخضر والصفر. نقطع داكشي مربعات هما والبصله، وغادي نشحرهم بشويه ديال الزيت، نخليهم حتى يطيحوا ليا مزيان، ماشي يطيحوا، يطيحهم بشويه. من بعد غادي نزيد لهم عندي هنايا الدجاج، الصدر ديال الدجاج اللي شربلته بالليل بمليحه والثومه وشويه ديال الزعتر، يعني اللي شرملته خليته في الثلاجه شرب ليا ديك لا مارينات. ملي غطيح ليا ديك الخضيره ديالي شويه، غادي نزيد عليهم الدجاج نشحرهم، واخر حاجه اللي هي رشيشه ديال لاسيبوليت هكا مهاشيه. دابا غادي ندوز نصاوب لاصوص. غادي ناخذ لاصوص مايونيز نوتخ عاديه، سواء غادي تحضروها نتوما سواء خذوها جاهزه. بالنسبه لطريقه التحضير ديالها ديجا حاطاها لكم. غادي نزيد لي عندي هنايا الكورنيشون محكوك، هاد لاصوص هادي راه كتجي خطيره. من بعد غادي نزيد لهنا عندي دريسات ديال الثومه حتى هما محكوكين. من بعد غنزيد لهنايا عندي بصله صغيره مشلضه صغيره، يعني دوك طريفات صغيورين منيلين مزيان. من بعد غادي نزيد لهم شويه ديال الخل، تقريبا واحد المعلقه كبيره حتى جوج معالق ديال الخل. نحرك هذاك وواحد شويه ديال الحامض، الخل والحامض هكا، غير ربع حامضه، عصير ديال ربع حامضه. ما غندير لا ملح لا والو، لان لا مايونيز ديالي راه فيها الملح وداك الكورنيشون راه مالح. ما غندير لا ملح لا عطريه لا والو، غير ثومه كورنيشون والبصله وعصير الحامض والخل. نخلط هذوك المكونات ديالي كامل. لحد الان انا هنا عندي صوص طارطار، غير هو انايا غادي نديرها حاره شويه. غادي نزيد لها هاد لابودغ هادي ديال الدجاج كي اف سي، كاينه هاد الحاره وكاينه العاديه، انا غندير هاد الحاره. الا ما عندكمش تقدروا ديروا شويه ديال السودانيه، وتقدروا كاع تستغناو عليها الا ما بغيتوش نتوما الحار. انا بغيت واحد النسيمه ديال الحار خفيفه، فدرت هاد الغبره هادي، غادي ندير منها شويه تقريبا واحد معلقه صغيره. صافي غادي نخلط هذوك المكونات كاملين وندوز نعمر الساندويتش ديالي. غندير اول حاجه عندي الخس هنايا مغسول ومهاشيه، سلطه غوج خضر وغوج. من بعد غادي نزيد لهم عندي مطيشه، طريفات ديال مطيشه هنا، من مطيشه من الاحسن انها تكون منقيه، نقيتها وقطعتها هكا طريفات مصوصه على هذا الشكل هذا. وغادي نزيد لها داك الخليط ديالي ديال الدجاج ملي طاب، شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، كيجي بنين طيب، بداك الزعتر والثومه ما فيه لا عطريه لا والو، البنات غير مليحه الثومه والزعتر داكشي باش ماريني الدجاج. صافي غنعمر الساندويتش ديالي بهاد الدجاج هذا. تقدروا ديروا هكا الخبز ديال الساندويتش، ديروا الخبز ديال الشاورما، ديروا الخبز ديال الاخر ديال الوراب اللي بغيتو. انا درت هنايا الخبز ديال الساندويتش، شوفوا حتى هكا راه كيجي زوين، غير هو ملي كتزيدوا ليه ديك لاصوص طارطار كيزيد يبنان، يعني كتعطي واحد النكهه خاصه لداك الساندويتش ديالكم. نزيد ليه دابا واحد المعلقه كبيره عامره بلاصوص، انا هنايا كيعجبني داكشي مصوصي مزيان. غندير معلقه كبيره ديال لاصوص على هذا الشكل هذا، هي اخر حاجه ما طارتينيش بها، كنخلي لاصوص هي الاخرى باش في الماكله كتجي باينه ملي كتاكلي، كتحسي بديك لاصوص، ماشي بحال الا درتيها في الاول دهنتيها ما كتبانش مزيان، داكشي كنخليها حتى الاخر على هذا الشكل هذا. وها هو لو ساندويتش ديالي واجد، ساندويتش بنين صيفي. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساونيش من لايك وتعليق ديالكم، وبارطاجيو لا فيديو الى عجبكم. كانت معكم الشيف هاشم، السلام عليكم.